كان الرئيس قد وجه كلمة للأمة أمس تعهد خلالها بالإفراج عن عدد من الشباب المسجونين على ذمة قضايا التظاهر خلال الأيام المقبلة، ومحاسبة المتورطين في مقتل شيماء الصباغ وحادث الدفاع الجوي والقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، بالإضافة لتخصيص 1 مليار جنيه لتطوير القرى الأكثر فقرا وتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. 8 وعود عدة قطعها الرئيس عبد الفتاح السيسي على نفسه خلال كلمته للشعب، والتي حاول خلالها طمأنة المصريين على البلاد في ظل التحديات العصيبة التي تواجهها. أول وعود السيسي كان الإفراج عن الأبرياء من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر، حيث ستشهد الأيام المقبلة الدفعة الأولى من المفرج عنهم. مبدأ المحاسبة لم يغب عن حديث الرئيس، حيث أكد أن المتورطين في حادثي الدفاع الجوي ومقتل الناشطة شيماء الصباغ سيحاسبوا بالقانون بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة. الريف كان حاضرا في تعهدات الرئيس، حيث أعلن عن تخصيص 1,600,000,000 جنيه للقرى الأكثر فقرا، والفئات الأكثر احتياجا خصص لها السيسي جزءا كبيرا من خطابه، فتعهد بإنشاء 4 مدن لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير 100,000,000 جنيه لصالح رعاية أطفال الشوارع، إلى جانب تطوير العشوائيات وأولها منطقة الدويقة التي خصص لها 1 مليار جنيه نصفها من صندوق تحيا مصر، والاستمرار في تسديد ديون الغارمات والإفراج عنهم. السيسي تحدث أيضا عن الشباب ووعد بالبدء قريبا في مشروع توزيع سيارات بها ثلاجات لبيع المنتجات المختلفة للتخفيف من وطأة البطالة.